النور يا فندم. اهلا بحضرتك فندم. اهلا اهلا بحضرتك يا معلم. ايه الفايده من وجود هذه البوابه؟ هي بوابه للحج مش العمره. بوابه العمره دي قانون صدر العام الماضي. لا عفوا، انا اللي غلطت، جيت اقول الحج قلت العمره. انما البوابه العمره تم العمل فيها فعلا في موسم العمره ده، وكانت بقانون. وبوابه الحج دي اصلا ان انت عارفه كل سنه في تسريب بيطلع بتأشيرات مختلفة بعيد عن أعين الدولة، لأن الدولة أصلا في الأساس كانت الجهات المنظمة للحج. حج القرعة بيتم عن طريق وزارة الداخلية. حج الكميات بيتم عن طريق تضامن وزارة التضامن. حج السياحي بيتم عن طريق شركات السياحة وتحت إشراف ورقابة وزارة السياحة. الكلام ده كله كان بيتم، ولكن في جانب كبير جدا كان بيطلع تسريب خارج منظومة الدولة، وكنا بنفوجئ كل سنة في الحج بأشياء أخرى في المشاعر، خاصة ناس نازلة دون سكن ودون مشاعر وافة في عرفة ومنى. الشركات دي كانت بتبقى جوه مصر ولا برا مصر؟ لا دي مش شركات، في وسطة. احنا خلينا نتفق على مبدأ ان اللي بيتحكم في المحافظات خاصة اهلنا في الارياف بيتحكم في المنظومة هم وسطة، لا يحملوا تراخيص ولا يحملوا اي صفة بتنظيم رحلات، سواء رحلات عمرة او حجة او اي رحلات. وزي ما انت ملاحظة على السوشيال ميديا العشوائية الرهيبة في الإعلان عن حاجات كتيرة جدا، والمواطن في الآخر بيقع كان بيتورط بقى المواطن في القصص المرة. دي فالبوابة دي وضعت قواعد إن اللي بينظم هم الجهات الرسمية دي، وحطت كمان إن تأشيرات المجاملات أو الأفراد اللي كانت بتيجي دعوات في ساعات كانت تأشيرات بتيجي بدعوات من المملكة. إحنا مش ضد إن الناس تيجي له تأشيرة دعوة، إنما يبقى منظم، يعني الجهة اللي هتنفذ له هي شركات سياحة. حتى نستطيع حصر الأعداد وسكنهم فين وخدماتهم ايه، ونستطيع نعاقب اي حد يسيء لهذا المواطن اللي هو ضيف الرحمن. الاول كنا ما نقدرش نقول يقول لك دي شركات. طب شركات مين اذا كان شركات سياحة ملتزمة؟ طب مين الشركات دي؟ هي شركات خدمات للأسف بيحصلوا على تراخيص سجل تجاري للخدمات. ودي برضو عايزين يبقى ليها وقفة في القوانين بعد كده، ان ما حدش ياخد سجل تجاري للخدمات الا يكون ايه الجهة اللي هو تابع ليها. ما يقولكش خدمات سياحية. ايه خدمات سياحية؟ مش حاجة اسمها خدمات سياحية. رخصة سياحة يعني وزارة سياحة. انما اي حد بقى يقول لك اتوبيس سياحي وهو مش سياحي، عربية سياحية وهي مش سياحية. فاحنا بنهين المهنة في حين ان هم لا يتبعوا وزارة السياحة. نعم. طيب من هنا هتبقى، من هنا هيبقى الفكره من البوابه والتنظيم. التنظيم والرقابه وحمايه المواطن، ثلاث حاجات. طيب فالحمد لله القانون صدر والعمليه واضحه جدا. يعني المواطن بقى في نفس الوقت شركات السياحه المعنيه بالحج والعمره هيبقى في تعاون، او هتلاقي ما هو اوريدي القانون عطى كل جهه الحق في تنظيم حسب الاعداد اللي هي موجوده. يعني احنا حاليا السنه دي في الحج شركات السياحه شغاله، الحج السياحي، حج القرعه شغال، حج الجمعيات شغال، هي نفس القواعد. انما اتنظمت تنظيميا. تمام. انما هو نفس الوضع بس اتحط له قانون. هيتم التطبيق من امتى؟ طبعا انت عارفه حضرتك لسه بتبقى بعد كده في بعد القانون بيطلع بعد كده يرجع تاني مجلس الوزراء، ثم يرفع لخامه رئيس الجمهوريه لاسناده، ثم ينشر. يعني ما اعتقدش هيلحق الموسم ده، انا في تصوري ده. كنت لسه هسال حضرتك هل يعني كل يعني الاجراءات الباقيه؟ اعتقد يعني ما اعرفش، يعني احنا فاضل شهر. صحيح. صعب جدا ان انت تحطي التكنولوجيا وتحطي كل المقومات دي في توقيت سريع. ممكن تحصل لخبطه. فلازم يبقى في فتره تجريبيه، يعني ممكن يعملوه تجريبي. انما ان هم يخلوه رسمي اعتقد تستبعد انه يتم التطبيق من الموسم ده. انا اعتقد يعني من وجهه نظري وخبرتي هيبقى في صعوبه، لان في لائحه تنفيذيه لسه ما صدرتش. صحيح. القانون اعطاها ست شهور تصدر. يعني
فنقدر نقول ان الموسم القادم يبقى واضح، الموضوع واضح. تمام، اشكرك استاذ ناصر ترك، اشكرك شكرا جزيلا.